جول؟ لا منه جول، ليش مش جول؟ تسلل. شو يعني تسلل؟ ما تسألي أنا بشرح لك. هيدا المرمى وهيدا أول فريق، هيدا حارس المرمى وهيدا مدافع. هيدا المدافع هو تاني أقرب شخص لخط المرمى. محل ما هو واقف في خط وهمي اسمه خط الدفاع، أوكي؟ هيدا تاني فريق، هول الفريق الشباب هجمين، أوكي؟ التسلل بصير إذا بلحظة التمرير، يعني وقت هيدا المهاجم شبق الطابة لعند صديقه اللي هون وفوت الجول، كان واقف ورا خط الدفاع، هيدا خط الدفاع واقف ورا، ما بينحسب الجول. إذا كان واقف هون ومرر وشبق جول.